سي ان دي طبعا قانون طبعا القيم اللي طلعناها احنا من هون، القيم اللي طلعناها من هون، احنا لما طلعنا قلنا هون عندي عند الضغط 240 شو قلنا؟ قلنا في عندي اي درجة حرارة ناقص 5.4 صحيح؟ وقلنا عندنا الانتالبي في قيمتين انتالبي ال وانتالبي غاز صحيح؟ وقلنا عندنا الاس ايضا في قيمتين اس للليكويد المشبع وعندي اس للغاز المشبع تمام؟ انا بدي ارجع لهي القيم اللي هي عند النقطة رقم واحد، هون عند النقطة هاي القيم كلياتها عند النقطة رقم واحد ونرجع نسجلها، راح نقول انه الاتش ال عندي هون عند الضغط 240 كان 44.7 والغاز كان 240 47.3 بينما الاس للليكويد كان عندي 0.178 وللغاز كان 0.9347 تمام؟ هاي القيم اللي انا طلعتها بالاساس موجوده عندي هاي هي هاي القيم انا هون سجلتها للغاز، انا هون بدي حاليا بدي استخدم القانون الانتالبي لهي الحاله نقطة واحد ولكن شو؟ هون انا النقطة اللي درستها للغاز انتالبي هون ما قبل الكمبرسر، في هاي الحالة بنفس اللحظة بكون في عندي انتالبي لوين؟ للحالة هون، للنقطة ثلاث. يعني في كل لحظة أنت تدرس فيها النقطة واحد بيكون في قيم للنقطة اثنين وقيم للنقطة ثلاث وقيم للنقطة أربعة. أنت بتدرس النقطة اثنين أوريدي بيكون في قيم موجودة للنقطة واحد للنقطة اثنين للنقطة ثلاث وهكذا. هاي دارة متكاملة، دارة مغلقة متكاملة، أنت ما بصير أنت تدرس في نقطة معينة وتتجاهل باقي النقاط، أنت في اللحظة وعند درجة حرارة وعند ضغط معين أنت بتدرس هاي الحالة من خلال الأرقام اللي في الجدول بنفس اللحظة بيكون في قيم تتبع لهذه الحالة في كل نقاط هذه الدارة. فعمليا أنا عندما أخذت هون النقطة واحد وسجلت هون الإتش واحد يساوي 247.3 في هذه اللحظة كان في انتالبي للنقطة ثلاث كانت قيمتها 44.7 عند هذا الضغط عند هذا الضغط وليس عند الضغط اللي بعد الكمبرسر اللي هو H2 تمام؟ فعمليا في دراسة شاملة كاملة لهذه الأرقام ولهذه الجداول هم دارسينها ومنزلين هذه الأرقام في هذه الجداول أنت تستعين فيها. إذا عندي أنا هون شو قلت؟ قلت الـ H3 هون الـ H3 في النقطة 3 شو يساوي؟ الـ H4 صحيح؟ ثبتنا القيمة قلنا تساوي 107.4 هاي هي تمام؟ عندنا الـ HL 44.7 وعندنا الـ H للـ G 200 للغاز 247.3 صحيح؟ طيب أنا القانون عندي يقول إنه الـ X في النقطة 4 يساوي H4 هي هاي ناقص H للليكويد عند هذه الحالة على H للغاز ناقص H للليكويد اللي هي هاي تمام؟ فأنا عمليا هاي القيم كلياتها معي H4 معي HL معي الـ HG معي والـ HL معي أنا هون الـ X هاي بدخل هاي الأرقام كلياتها مثل ما هي بعملها على حاسب بيطلع معي الـ X يساوي 0.3947 تمام؟ هاي قيمة الـ X4 اللي هي المسافة من عند المخطط هون المشبع للسائل لحتى نوصل للنقطة 4 تمام؟ أنا الـ X4 طلعت معي، كيف بدي أحسب الـ S4؟ كمان في قانون لحساب الـ S4. الـ S4 تساوي SL هاي زائد X4 اللي طلعت معي هاي القيمة بفتح قوس SG هاي
للغاز ناقص اس ال للليكويد. بدخل القيم، طبعا انا اس ال معروفه معي، هاي هي 0.178، والاس جي معروفه معي 0.9347. بدخل هاي الاله الحاسبه بيطلع معي الاس 4 يساوي 0.41217. تمام، بسجلها هون 0.41217، وهاي هون فاصلة.